وكلنا بندعمك وفي ظهرك يا كابتن طارق. أو كابتن طارق معاك. ادهوني هيثم صديقي. كابتن طارق يا جميل، ألف مليون مبروك. الحمد لله. ازيك يا هيثم؟ الله يخليك حبيبي، ربنا يخليك. على خطوة واحدة يا كابتن إن شاء الله لتحقيق أول لقب لحضرتك إن شاء الله السنة دي مع الفريق بإذن الله. والله يعني بإذن الله ربنا يكرمنا ونقدر نكسب بكرة. المكسب ده مهم قوي زي ما قال الكابتن ياسر. أنت عندك 12 لعيب أول مرة يلعبوا بطولة أفريقية، وزي ما احنا اتكلمنا بنتكلم في كل المداخلات وبنقول في كل حاجة، احنا لينا هدف واحد ان احنا بنبني فرقة تتسيد كرة اليد في مصر وافريقيا لمدة 10 سنين قدام. فالكلام ده بيحتاج منك ان انت تبقى صبور. طبعا مباراة النهاردة كانت ترمومتر مهم جدا للعيبة دي عشان تعرف ازاي المباريات الافريقيه والنهائيات بتبقى ليها دور عامل ازاي. صحيح. والحمد لله قدروا ينجحوا في الموضوع ده، لان انت لما تكون شاب صغير واول مره يشترك في البطوله وفي نفس الوقت ان هو بيتعادل وبيخسر وبيقدر يرجع للجيم تاني. صحيح. الحاجه دي كل المكاسب الحمد لله بياخدوا منها خبرات. عندنا دلوقتي باذن الله عشاء، وبعد العشاء عندنا محاضره لمباراه غد. طب يا كابتن المباراه الطرف الثاني الاخبار ايه؟ مين يتاهل ولا نتيجه ماشيه ازاي؟ لا لا اعتقد ان وداد يعني في اول 10 دقائق وداد كسبان 5-1. مصر الوداد لاعب الفرقه دي في ادوار المجموعات وكسبها 8 اجوان. واضح ان يعني الوداد اللي هيكون الطرف الثاني. طب كابتن الوداد كان عمل الوداد كان عمل ايه مع انتر كلوب؟ كان عمل معاه ايه؟ كان لعبه؟ انتر لعبه وكسبوا جون. كسبوا جون 30 ثانية. يعني هم تقريبا نفس المستوى. تقريبا نفس المستوى طبعا، بس زي ما قال الكابتن ياسر انت عارف قصة ان لعيبة جداد بقى وماتش أول مرة يلعبوا قبل نهائي والضغط العصبي ما كانش فيه تركيز في بداية المباراة، لكن الحمد لله دي خبرات ليهم وربنا يكرمنا كده وبإذن الله نرجع بالكأس منصورين. إن شاء الله يا كابتن نبارك لك بكرة بإذن الله. يا كابتن نبارك لك بكرة. موجود عندنا يا رب جمهور مصر وجمهور النادي الاهلي بكره باذن الله. طب كابتن طارق معلش كده انا هسبق الاحداث شويه، هل في تدعيمات بعد ما نرجع ان شاء الله من بطوله افريقيا ولا الموضوع ده لم تتطرق اليه بعد؟ لا لا شغالين فيه شغالين فيه بس. ممتاز. في حاجات بسيطه كده مستندين اهو، واول ما هنرجع ربنا يكرمنا باذن الله ان شاء الله. ويعني نعدي بس احنا بناخد كل حاجه محطه محطه. صحيح. تربع عشان خلي بالك هيثم ان انت بتبني وبتكسب وانت راجل رياضي ولعبت على المستوى شيء صعب جدا يا كابتن. فالحمد لله احنا شغالين على هذا الكلام ان احنا بنكسب واحنا في نفس الوقت واحنا بنبني. يعني علميا انك تبقى عندك 12 لعيب يلعب في اول مره في البطوله يعني شيء طبعا مش عايز يتكلم بس شيء صعب، لكن النادي الاهلي هو نادي التحدي واحنا بنتحدى بالمجموعه اللي موجوده دي، لان دول الحمد لله من افضل العناصر الموجوده في مصر، واحنا بنقدم جيل للنادي الاهلي 10 سنين بقى باذن الله ان شاء الله يحصدوا كل البطولات القادمه باذن الله. وكل الدعم ليك يا كابتن طارق، وكل الدعم لفكرتك وكل الدعم لفكرك، حضرتك من الناس المخلصين اصحاب تاريخ كبير. الحقيقه بنتمنى طبعا لحضرتك كل التوفيق بكره، وان شاء الله بكره نكلمك نبارك لك يا كابتن طارق باذن الله. وباذن الله بكره نفرح جمهور الاهلي وباذن الله نخرج من مصر رافعين كاس البطوله وراجعين بيه لمصر باذن الله ان شاء الله. كابتن طارق محروس المدير الفني وكابتن ياسر رملي رئيس الجهاز، بشكر حضراتكم والف مليون مبروك، فرحتونا النهارده واللعيبه فرحونا، وان شاء الله بكره الفرحه الكبيره نرجع بالكاس، وان شاء الله يوم 10/9 كلنا ثقه في الجهاز الفني واللاعبين وثقه في الفكره. يمكن كابتن طارق محروس اكد على فكرته بناء جيل او فريق شاب يتسايد كره اليد 10 سنين، وقال لك ان المعادله صعبه ان انت تبني فريق وفي نفس الوقت تكسب، واحنا نعلم جيدا صعوبة هذا الفكر، ولكن كابتن طارق من البداية ونادي الأهلي من البداية اختار الطريق الصعب عشان إن شاء الله نتسايد. ومع ذلك خدنا كاس مصر السنة اللي فاتت، خسرنا الدوري بعد مباراة فيصل مع نادي الزمالك، النهاردة بنحصل بإذنك يا رب بإذنك رب بكرة نحصل على لقب. إذا بيبقى الصعب إن أنت وأنت بتبني بتكسب، وهو ده فريق كرة اليد في النادي الأهلي، وإن شاء الله هنفرح بإذن الله بكرة بهذا المكسب.